لهذا هذه الولاية اللي عندها مركز أساس وهو مركز لمكافحة السرطان يتحقق هذا إن شاء الله. إن تحكموني طبعا إن ثقتكم سأنجز هذا، ومن حق أبناء هذه المنطقة لو يكون عندهم مركز مثل هذا يحميهم ويحمي العائلات ويحمي المرضى من هذا المرض الفتاك. صحيح الدولة أنجزت عدد من المراكز في باتنا وفي الواد وفي الأغواط، ولكن مازال أمامنا أيضا إمكانية إنجاز مراكز أخرى، وستكون الجلفة للوضع أنه يكون فيها هذا المركز. ما هوش هذا المركز فقط، ولكن سنعمل على توفير الأطباء المختصين في كثير من المستشفيات، والحمد لله الولاية في الشمال تاعها ولا في الجنوب تاعها استفادت المستشفيات من 60 مقعد إلى 120 سرير. إذا هذه إن شاء الله راح تعزز المنظومة الصحية في هذه الولاية، وراح يستفيدوا أبنائها وما يزيدوش يجوا يروحوا للعاصمة ولا المناطق الأخرى تكون الصحة قريبهم.